ايش يا حسين؟ ليه ما قلت لي قبل الجلسة؟ لا قبل الجلسة ليش ما حكيت لي؟ الاخوان طلبوا قبل الجلسة، تفضل. سمعت اول المظاهرة. تفضل تفضل. الله يصبحكم الخير. سيدي قبل الجلسة تصبحنا بمظاهرتين على الباب وفوتهم جوا اسولف انا وياهم وهسا اجيت. فما في مجال كنت اشوفك واتشرف في لقائك. احنا كل يوم قاعدين نيجي. تفضل تفضل. بطلنا يا سيدي خش بالموضوع. بطلنا نقدر نشتغل شغلنا كنواب، صرنا بس بنرجع ورا الحكومات. كل يوم مشاكل، نطفي حرايق وخلص البودره من عندنا لتطفايه الحرايق. يلا بطل عندنا خزان ميه نطفي فيه حرايق. سيدي فيش تعاون بين الحكومه والنواب. احنا انا اليوم بحكي كرئيس لجنه عمل، فيش تعاون بالمطلق. وزير العمل غايب فيلي، بتروح وزير النقل بسدها وزير الماليه، وزير الماليه بقول مش شغلي، هذا اللي كاتب لك الكتاب، يعني هي واضح من صيغه الكتاب وكانه بقول الوزراء بكذبوا. ساتعامل معه ابدا. اذا تكرمت علي سيدي، هي كل يوم صوتهم لعنا واصل، بطلنا نقدر نقابل الناس، الناس جاعت. ما في حلول على الارض، اليوم امبارح بنتمسى بخبر وزير العمل مش عاجبه رئيس الهيئه، قال مش قادر يشتغل معه. ليش يا اخوي انت؟ مين حطك مقيم؟ ضايل له شهر من عقده. مين حطك مقيم على دكتور مهندس؟ قال ناشف، ناشف لانه ابن جبال سيدي، ناشف لانه ابن الجنوب. الله خلقنا هيك. وحد الله. يقعد عقل. وحد الله وحد الله وحد الله، شكرا.